بتبدأ حكايتنا في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا في قلب المترو. وهناك بنشوف شخص واقف وباين عليه القلق والتوتر كده، وفي خلال لحظات بنشوف نفس الشخص وهو بيجري في الشارع بكل سرعته وكأن أشباح الموت بتطرده. وبعد فترة من الجري لحد ما الشخص ده نفسه بيتقطع، بيقف علشان ياخد نفسه في شارع جانبي مظلم وخالي من البشر تماما. ولكن المفاجأة إن من قلب الضباب وفي اتجاهات مختلفة من الشارع بتظهر ضلالات عديدة من الأشخاص وبتقرب منه. وأول ما بيشوف الظلالات دي بيفتكر في قلق ورعب كده ازاي الاشخاص دول عرفوا مكانه وهويته، بس بيقطع تفكيره لما قنبلتين دخانيتين كده بينفجروا حوالينه وبتحجب عنه الرؤية بالكامل. ومن حيث لا يدري بيتعرض لضربات من كل مكان. بس اصبر اصبر، مش عايز الواد ده يغرك شكله لان حرفيا هيبهرنا كلنا. في اللحظة دي الواد بيتشقلب وبيصد كل هجماتهم المهولة كده، ومش بس كده، لا ده كمان بينجح في هزيمة عدد منهم. وعلى الرغم من ده الا ان هجماته ما بتقفش وبتستمر بضربات اكتر من مجنونة. وبمجرد تفاديل العديد من الابر المعدنية اللي كانت متجهة لرقبته، بيطلع سكينة صغيرة من جيبه وبيهجم بشراسة على اول خصم يقابله. وبعد قتال عنيف بينجح انه يقتل اربع اشخاص اللي هجموا عليه، ولكنه بيتفاجأ بمطر من الابر بيتجه ناحيته، وبيتفادى الابر بحركات بهلوانية وبمهارة، وبينجح انه يمسك مجموعة من الابر وبيقتل بيها اتنين من الاشخاص اللي بيطردوه. ولكن الصدمة ان واحد منهم بيطعنه بالخنجر في رقبته، وبتتوالى الهجمات من المقنعين عليه من كل مكان وبتصيبه. وللاسف بينجح زعمهم انه يقيدوا بطوء على رقبته ويشدوا منه بقوة، وبيرفعوا لأعلى المبنى وبعدها بيهبدوا في الارض. وبمجرد اصطدامه بالارض اللي اكيد كسرت عظامه، زعيم المقنعين ما بيستناش وبيقفز عليهم وبيوجه لهم ضربة وبتقضي عليهم حرفيا، وبتنتشر دمائه على جدار المكان. وبعدها الزعيم بيصور الجثة وبيتأكد من هوية الهدف، وكمان بيوثق انهم قتلوه وبيمشوا وبيختفوا بدون اي اثر ليهم. وبنسيب الجثة المرمية في الارض والمدينة البالية الغامضة وازدحامها، وبنروح لمنطقة ريفية اكثر هدوءا. وفي وسط حقول الذرة الممتدة على مدى البصر بنشوف بطلنا جو بيتأكد من جودة محصوله قبل ما ينقله للسوق. وقت الغروب بنشوف جو هو قاعد بيصلح دراجته النارية بكل تركيز، بس بيلاحظ ان في شخص بيتسلل من وراه وبيقرب منه، وبنكتشف ان الشخص ده هو ابن جو. وطبعا جو اللي وشه مغطى بالشحم بيستغل اللحظة دي وبيصرخ في ابنه رين اللي كان بيحاول انه يتسحب من وراه كده ويخده، ومن الواضح كده ان خطته فشلت بسهولة. بعدها بيقف رين بعد ما وقع من المفاجأة اللي ابوه عملها له، وبيرمي نفسه في حضن ابوه بيساله ازاي عرف انه كان وراه. فابوه بيقول له يا ابني ما تركزش معايا علشان انا عندي اربع عيون، وبيكلمه القناع اللي هو لابسه ده. فرين بيفهمه انه قناع عفريت ياباني. وفي اللحظه دي بتوصل ماري، وبنعرف انها زوجة جو وام رين طبعا. وبنعرف ان رين حصل على القناع كهديه من صديق ليه في رحلته المدرسيه، وبتزعله على الفوضى اللي هو فيها دي. فجو بيتجاهلها وبيتكلم مع ابن رين وبيخوفه من ان العفريت ممكن يظهروا له وهو لابس القناع، وبيفكروا واحد منهم يعني. فرين بيقول له عيب عليك يابا، ده انا هفرتك اي عفريت تظهر لي. فجو بياخده على قد عقله وبيقول له خلي بالك علشان لو قفشوك هينفخوك بقوتهم المخيفه. ده انت رخم قوي يا عم جو، ما تسيب الواد يتخيل براحته. ولما رين بيسمع كلام ابوه بيتردد وبيسكت. وفي اللحظه دي بتتدخل ماري وبتطمنه انها تساعده وتهزم كل العفاريت مكانه. وبيقاطعهم جو باستهزاء وبيقول لهم انه هيكمل تصليح في الدراجه علشان يبقوا يعرفوا يهربوا من العفاريت لما تظهر لهم بعد كده. وبيقول لرين مش هتساعدني ولا تفضل تلعب مع نفسك في الخرابه كده. بس ماري بتشبشب لهم الاثنين كده زي اي ام عادي، لان ابنها هيوسخ هدومه وبتطلب من جو انه يخلص بسرعه قبل ميعاد العشاء. ولما بتروح علشان تاخد رين معاها بتوقع في المقلب اللي جو ورين عملوها وبيخوفوها، فبترقعهم هما الاثنين بسله الهدوم اللي في ايديها كده. وبعد العشاء بنشوف جو وهو بيغسل اطباق، وبتكون ماري قاعده بتقرا كتاب قدام التلفزيون كده اللي بيكون شغال على الاخبار. ولما ماري بتسمع المذيعه بتركيز كده واللي بتكون بتتكلم عن تفاصيل حوادث القتل اللي حصلت الفتره الاخيره، ومن ضمنها الشخص اللي شفناه في البدايه، فبتبص لجو بتساله بقى عن الشخص المسؤول عن الحوادث دي. في اللحظه دي بيقاطعهم رين وبيقول لهم ان العفاريت هي المسؤول عن الحوادث، فبيتدخل جو بيشيله علشان ميعاد نومه عدى. ولما بيحاول رين انه يفضل صاحي لانه مش جاي له نوم، جو بيرفض انه يفضل صاحي لانه خايف على صحته. فرين بيقول له بغضب انه ما بيحبش التعابير المرسومه على وشه، فجو بيشرح له انه حتى امه معترضه على انه يفضل صاحي بعد ميعاد نومه. ولما رين بيبص على ماري بيقول لها انه بيحبها في كل الاحوال علشان يضايق ابوه، وفي خلال دقائق بينام رين. اما جو فبيكون نازل من غرفه رين وهو على السلم بيطلع تليفونه وبيشوف كاميرات المراقبه اللي بتكون حوالين البيت كله، وبيلاحظ جو نظرات القلق واضحه على وش ماري مراته، فبيسالها عن سبب قلقها، فبتجاوبه ان طريقه موت الضحايا في الحوادث اللي سمعوا عنها مشابهه لحاجات هم عارفينها، بالاضافه لان الشرطه ما تعرفش اي شيء عن الضحايا الاخيره. وبيقعد جو جنبها وبيحاول يطمنها ان الحوادث اللي زي دي بتحصل عادي، مفيش حد يكتشف مكانهم. في الوقت ده ماري بتقلق لو هو متاكد من ان حاصد الارواح مش هيقدر يوصل لهم، فبيهديها جو من جديد وبيشرح لها ان الحد
الهندسة دي ملهاش علاقة بالحاصد لانه بينفذ عملياته لوحده وبيحضنها وبيطمنها انهم هيقضوا باقي حياتهم في هدوء من غير اي اخطار. وفي اليوم التالي بنشوف الاسرة في السوبر ماركت بتجهز لحفلة عيد ميلاد رين، واثناء خروجه من المحل بنشوف جو بيمسح بصماتهم من على الباب، وبعدها جو بياخد رين في جولة بالدراجة اللي صلحها، ولما بيخلصوا جولتهم بيروحوا يقضوا وقتهم في حقل الذرة وبيعدي اليوم بهدوء من غير اي مشاكل كده. وبالليل بيسمعوا الاخبار اللي بتكون عن زيادة عدد الضحايا اللي اتقتلوا بنفس الطريقة الوحشية، والشرطة كلها بتكون ما تعرفش الجاني، فماري بتعرف جو ان عدد الضحايا وصل لأربعة خلال يومين، وبيبان القلق والانزعاج على وش جو. وفي اليوم التالي بيجهزوا لعيد ميلاد رين، وبنشوف جو هو بيشوي اللحمة ولكنه بيحرقها، وبتقول ماري ان جو هيحرق اللحمة كلها والاحسن له ان يسمع كلامها ويسيبها تشوي. وخلال لحظات بتقوم ماري وبتجيب الكيكة اللي بتكون على شكل قناع نمر اللي رين بيحبه جدا يعني، واول ما بيطفي رين الشموع بيبدأ جو في العزف على الجيتار اللي معاه وبيغني وبيتذكر لحظاته السعيدة مع اسرته. بعدها بيقوم رين وبيفتح هديته اللي بتكون عبارة عن بلايستيشن محمول، ووسط فرحته بالهدايا بيتفاجئ ان جو لبس قناع النمر اللي بيحبه، وجو بيقول له انه بيحب يشوفه لابس قناع النمر اكتر من قناع العفاريت. في اللحظة دي ماري بتشيل القناع من على وش رين ابنها وبتقول انها بتحب تشوفه من غير اي قناع اصلا. وبينتهي اليوم السعيد ده بسلام وهدوء من غير اي مشاكل لحد دلوقتي. اما بالليل بقى بنشوف الاسرة كلها نايمة بهدوء، ولكن جو بيصحى من نومه فجأة، وماري بتصحى لما بتحس ان جو اتحرك من مكانه، فجو بيطمنها وبيطلب منها ما تقلقش، وبينزل هو للدور الارضي وبيلاحظ الاضواء الحمراء الغريبة من الشباك كده. واول ما بيشوف المقنعين بيحوطوا البيت بيتكسر الباب والشبابيك، وبيدخل عدد من المقنعين بيهجموا على جو بكل وحشية، ولكن جو بيتفادى هجماتهم بمهارة ويوجه لهم ضربات قوية وبينجح في انه يستولي على سلاح واحد منهم. وبينط في الجو بمجرد نزوله للارض بيقضي على المقنعين بهجمات قاتلة وبيمتلئ المكان كله بدمائهم، وبيهاجم واحد منهم ولكن جو بيصد هجومه وبينهال عليه بطعنات متتالية وسريعة جدا، ولكنه بيقف لما بيسمع صوت راين بيستغيث بيه وبيلف وشه بكل خوف وقلق وبيجري علشان يطمن على راين ابنه ومراته. ولكن واحد من المقنعين بيهاجمه وبيسد الطريق، فجو بيسدد له مجموعة من اللكمات وبيرميه بقوة وبيكمل جري للدور الثاني، وبيستغل المقنع انشغال جو وبيهجم بعدد من الإبر المسمومة وبتخترق رقبته. وعلى الرغم من إصابته الخطيرة إلا إن جو بيكمل طريقه وبيطلع السلم وبيزحف. وبره البيت بنشوف ظل شخص مستني في عربية واقف قدام الباب، وبنرجع لجو اللي وصل الدور الثاني ونجح في إنه يقف على رجله بعد مجهود كبير منه، وبيكتشف جثث مجموعة من المقنعين في أوضة نومه اللي الدم بيغطيها، وبتكون الصدمة لما بيشوف ماري واقعة على الأرض وهي واخدة راين في حضنها ودمهم سايح على الأرض، وحواليهم بيكون مجموعة من المقنعين، وزعيم المقنعين بيبتسم وبيطعن الجثة وبيقول إن ماري سببت لهم مشاكل أكتر مما كانوا يتصوروا. في اللحظة دي بيسيطر الغضب على جو وكأنه بيتفاجئ بسيف واحد من المقنعين بيخترق صدره، وبيحاول جو بكل جهد إنه يوصل لمكان ماري وراين على الرغم إن المقنع لسه ماسك السيف اللي اخترق صدره، وللأسف بيقع جو على الأرض بسبب إصابته. وفي خلال لحظات بيسمع المقنعين صوت عربيات البوليس، وبيقرب من جو اللي وقع على الأرض وبيفحص نبضاته، ولما بيتأكد إنه مات بيدي أوامر لأتباعه إنهم يختفوا من المكان حالا. وأول ما بيوصل ضابط الشرطة للمكان ما بيلاقيش غير جثث جو وأسرته والدماء المنتشرة في البيت كله. وبعد مدة بنشوف جثة جو متغطية في مشرحة المستشفى اللي الشرطة نقلته ليها، وبعجوبة بيصحى جو من الموت مش عارف ازاي لحد دلوقتي، وبيقعد على السرير اللي كان نايم عليه. وأول ما بيفتكر مشهد موت ماري ورين بيرجع وبيغمى عليه مرة تانية، وبيفتح جو عينه من جديد ولكنه بيستكشف انه نايم على سرير في العناية المركزة، وبيشوف قدامه اتنين ممرضين، وبيجري واحد منهم بينادي على الدكتور، وبتحاول الممرضة التانية انها تكلمه ولكن من غير نتيجة، وبيفقد جو وعيه من جديد. وبعد مدة من الوقت بيفتح جو عينه ويشوف قدامه الدكتور اللي بيشرح له انه راجع للحياة من جديد بمعجزة بعد ما مات. فجو بيسأله بضعف عن رين وماري، والدكتور بيجاوبه انهم مش محظوظين زيه للأسف هما ماتوا. في اللحظة دي بيبكي جو بكل حزن وقهر. وفي طرقة المستشفى بنشوف اتنين من ضباط الشرطة متجهين لغرفة جو في المستشفى، وهم مش مصدقين ان جو اللي تم تأكيد موته رجع للحياة تاني بعد 24 ساعة بس. وبيقول الضابط الأكبر فيهم انهم ما كانش ناقصهم غير الزومبي جو ده علشان يكملوا الحوادث الغريبة اللي حصلت في اليومين اللي فاتوا. وأول ما بيدخلوا أوضة جو بيخرج الدكتور والممرضين من المكان ويطلب من الشرطة انهم ما يتعبوش جو بالأسئلة. فبيتكلم الضابط الكبير وبيعرف نفسه ان اسمه مايك وزميلته اسمها إيمي، وهما الاتنين من الـ FBI، وبيتأسف لجو عن إزعاجهم ليه في الوضع اللي هو فيه، فبيسأله إذا كان عنده أي معلومات عن الأشخاص اللي اقتحموا بيته وهاجموا أسرته. فجو ما بيردش عليه، ولكن مايك بيلاحظ إن جو ماسك السرير بغضب لما مايك فكره باللي حصل، وبيتراجع مايك بهدوء وبيسيب لجو الكارت بتاعه وبيطلب منه يتصل بيه لو افتكر أي معلومات وبيسيبه وبيمشي. وهم خارجين من المستشفى مايك بيعرف إيما إن جو في الغالب عارف معلومات عن الأشخاص اللي هم هاجموه، وعلى الرغم من استنتاجه ممكن يكون غلط إلا إنهم هيراقبوا جو طول الوقت لحد ما يتأكدوا من كلامه
كلام مايك، وبتنفذ إيميا كلام مايك رغم اعتراضها على زيادة شغلها من غير داعي. وبحلول الليل بنشوف إيميا بتراقب جو اللي بيكون قاعد على سطح المستشفى في هدوء، وبتبلغ مايك بالوضع وبتعرفه إنها مستنية أمره، فبيطلب منها إنها تكمل مراقبتها لجو. وبنرجع بالزمن لورا وبنشوف الدكتور بيقترح على جو اللي قاعد على كرسي متحرك إنه يودع أسرته قبل ما يدفنوه، ولما بيوصل ممرض بيه عند باب المشرحة بيرفض جو إنه يدخل، وبيعدي قدام عينه شريط ذكرياته مع أسرته قبل ما يتقتلوا، ولما بيفتكر مشهد موتهم بيحس بغضب شديد جدا بيسيطر عليه. وبنرجع للوقت الحاضر وبنشوف جو اللي بينفجر من الغضب وبيسحب إبرة معدنية كان مخبيها في إيده وبيطعن نفسه بيها في أماكن مختلفة من جسمه علشان يقدر يتحرك بحرية من جديد. وفي لحظات بتظهر مجموعة من المقنعين المجهولين بيهاجموا جو بعدد كبير من الإبر المعدنية، ولكنه بيتفاداها بسرعة كبيرة، وبيكمل المقنعين هجومهم على جو باستخدام السيوف اللي معاهم، ولكن جو بيتفادى ضرباتهم وبينجح في إنه يمسك واحد منهم ويقتله ويستولي على سيفه. وأول ما بيحصل على السيف بيطيح في المقنعين وبيهاجمهم وبيقطعهم بكل جنون وحشية، وبيستغل المقنعين انشغال جو بقتال واحد منهم وبيهاجموه بخطاطيف معدنية كده، ولكن جو بيستخدم المقنع اللي هو قتله كدرع علشان يصد الخطاطيف، وبيشد المقنعين بكل قوته وبيوقعهم على الأرض، وبيستغل جو ارتباك المقنعين وبيستخدم مهارة بتحوله لدخان، وفي خلال لحظات بيختفي من المكان، وبمجرد ظهوره بيقطع رؤوس المقنعين وبيكون شلال من الدماء بيغرق السطح. وفي اللحظة دي بتحس إيميا إن في شيء غريب كده بيحصل، وبتحاول إنها تتدخل، ولكن جو بيضربها وبيفقدها الوعي، وبيمشي جو في اتجاه المقنع بكل هدوء، وبيحاول عدد من المقنعين إنهم يعترضوا طريق جو، ولكن جو اللي بقى أشبه بوحش مفترس كل همه إزاي يقضي على خصمه، بيقتلهم واحد وراء التاني بكل سهولة من غير أي مجهود، كأنه بيقتل مجموعة من الحشرات بالضبط. ومع قتله لآخر فرد من المجموعة اللي هجمت عليه، بيرمي جو السيف بقوة على زرار الأسانسير، ووسط تعجب باقي المقنعين بيشيل جو الماسورة المعدنية من على الأرض، وبيصد بيها هجمات المقنعين وبيستخدم الماسورة علشان يلزق خمسة منهم ويدخلهم في الأسانسير اللي لسه واصل. وأول ما بيدخلوا الأسانسير بيرمي جو الماسورة من إيده وبينفجر فيهم كأنه الذئب مفترس وسط مجموعة من الأرانب، وبيبدأ هجومه بضربات قاتلة من إيده كده، وبعدها بيستخدم أسلحتهم علشان يحولهم المجموعة من الأشلاء المتناثرة، وكأن هدفه الوحيد هو تقطيع أي شخص يشوفه. وبعد ثواني بيوصل الأسانسير للدور الأرضي، وبيتفاجئ المقنعين بوجود جو وسط جثث زمائلهم، وبيحسوا بالرعب أول ما عين جو بتقع عليهم. وعلى الرغم محاولتهم للهروب إلا إن جو ما بيسمحش لأي فرد منهم إنه يهرب. وفي الجانب التاني بنشوف مايكل اللي لسه داخل المستشفى علشان يعرف إيميا ما بتردش عليه ليه، ولكنه بيتفاجئ بكومة من جثث المقنعين مرمية في كل مكان في المستشفى. وبنرجع لجو اللي بيكون موجود في طرقة المستشفى وحواليه عدد مهول من الجثث، وفي خلال لحظات بيظهر زعيم المقنعين اللي بيتعجب من قدرة جو على النجاة على الرغم من كل اللي حصل له. وفي اللحظة دي بيفتكر جو مشهد موت أسرته من جديد، وبيستخدم المهارة اللي بتحوله لدخان من جديد، وبيهجم عليه الزعيم المقنعين في لمح البصر، وبينجح الزعيم في صد هجوم جو بسيفه الضخم جدا. وبعد تبادل العديد من الضربات بيطلع زعيم المقنعين طوق كهربي كده وبيهاجم بيه جو، وعلى الرغم من صد جو لهجوم الطوق اكتر من مرة الا ان زعيم المقنعين بينجح في انه يقايض جو بالطوق، وفي اقل من ثانية بيستخدم جو سيفه علشان يقطع السلك الكهربي اللي بيربط بيه الطوق، وبيستمر في هجماته الشرسة على زعيم المقنعين، ومع كل ثانية بتمر بتزيد قوته وسرعة الهجمات المتبادلة بين جو وزعيم المقنعين. وبعد مدة من القتال بيستخدم جو مهاراته علشان يشكل نسختين دخانيتين منه ويربك زعيم المقنعين، وبيستغل جو ارتباك زعيم المقنعين وبيطعنه بسيف بطنه، وبيحاول الزعيم المقاومة الا ان جو بيكمل هجومه عليه وبيضربه ضربات سريعة متتالية، وبيكرر جو هجومه على الزعيم من غير اي رحمة لحد ما بيتأكد انه فقد قوته، وقتها بيرميه على الارض. وبيبص جو للزعيم بغضب وبيسأله ازاي عرف مكانه وهويته، فبيجاوبه الزعيم انه مهما تنكر ومهما حاول يستخبى مش هيقدر يهرب من مصيره. في الوقت ده بيشيل جو القناع اللي كان لابسه طول الوقت وبيظهر وشه الحقيقي، وبيبص جو بكل حقد للزعيم اللي بيحاول يهرب وبيضربه بضربات بتنهي حياته البائسة. وقتها بس بيقدر جو انه يدخل المشرحة علشان يودع اسرته ويشوفهم لاخر مرة بعد ما انتقم لهم. وفي تاني يوم بنروح لبيت جو بنشوفه بيكسر الحيطة، والمفاجأة انه بيخرج منها صندوق كأنه مخبيه، وبيمسح الصندوق اللي بيكون عليه نقش غريب، وبيفتح الصندوق اللي بيكون فيه مجموعة من الصور لجو وماري ورين، وبيطول جو النظر في الصور بيفتكر ذكرياته مع اسرته ولكن من غير اي اقناع وهم على هيئته الحقيقية. وبعدها بيجيب جو بنزين وبيفضيه في كل مكان في البيت من اول اوضة ترين لحد الجراج اللي فيه الدراجة اللي كان بيصلحها، وبنظرة شبه خالية من المشاعر وكأنه تايه في عالم تاني بيرمي جو الشعلة من ايده، وبعدها بتشتعل النيران في البيت بالكامل. وبيلبس جو قناع الغول وبيدي ظهره للبيت اللي عاش فيه اجمل ذكريات حياته، وبيبدأ طريقه للانتقام من الاشخاص اللي سلبوه اعز ما يمتلك. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا بتاعت النهاردة. يا ترى ايه اللي هيحصل لجو؟ ولا هيقدر انه يوصل للشخص المسؤول عن موت اسرته؟ ومين هو الشخص الغامض اللي كان موجود وقت
وقت الهجوم على أسرة جو، وإيه الرمز الغريب اللي كان على الصندوق بتاع جو ده؟ كل ده أكتر هنعرفه المرات الجاية بمشيئة الله. ما تنساش بقى قبل ما تقفل تنزل تحت في الكومنتات تقول لي رأيك في الأنمي ده، عايزنا نكمل ولا إيه؟ ويلا سلام.